في مبادرة جديدة وفريدة من نوعها للتوعية الاجتماعية، يسعى مركز العمال الأجانب في لبنان بالتعاون مع هيئات ومؤسسات حقوقية أخرى لكسر النمطية التي تطغى على أفكار شريحة كبيرة من اللبنانيين حيال العمالة الوافدة من دول أجنبية أفريقية أو آسيوية. المبادرة تمثلت بإطلاق برنامج حواري عبر الإذاعة يعده ويقدمه عمال أجانب من دول كأثيوبيا والسودان والصومال والفلبين، بهدف لفت الانتباه إلى أن هؤلاء العمال المستقدمين ليسوا مجرد آلات، بل هم أشخاص حقيقيون أتوا من بلادهم للعمل في لبنان بهدف إعالة أسرهم، وهم يتمتعون بكافة القدرات والإمكانات الأخرى كغيرهم من اللبنانيين. في كثير معتقدات عنا إياها بلبنان، عالم بيفكروا قصص معينة عن جنسية معينة أو عن بلد معين، فمن خلال هذا البرنامج أنا عم يوصلوا فكرة أوضح وفكرة أفضل عن هالبلاد وعن كيف هي بشكل واقعي. ويسعى فريق البرنامج الحواري مش غريب الذي يتوقع أن تبث أولى حلقاته على الهواء العام المقبل لإعطاء فكرة أفضل للبنانيين عن البلاد التي تأتي منها العمالة الوافدة، ما يفتح أفاقا أكبر للتسامح والاحترام والمساواة التي يرى ناشطون حقوقيون بأنها كانت غير متوفرة بالشكل الكافي بالنسبة للعمال الأجانب الذين تقدر أعدادهم في لبنان بنحو 300,000 معظمهم من جنسيات أفريقية وآسيوية. هون باللبنان خاصة على بلد اليوتيوب بيسمعوا فيها نحن كلاقين بس نشتغل عندهم، ما بيحسوا شو عنا بالبلد، حتى أمرار بيقولوا لك أنتوا عندكم بيت، يعني كيف يعني بني آدم نحن وين بدنا نعيش يعني على الشجرة، وبيقولوا لك بيشوفوا الجزر عندكم بالبيت بالإثيوبيا جزر. مركز العمال الأجانب تم تأسيسه في العام 2011 من أجل توفير بيئة عمل آمنة وصحية للوافدين وتلبية احتياجاتهم، إضافة إلى توفير مكان للالتقاء والتعليم والدعم.